ازيكم عاملين ايه؟ الامتحانات واخداني من ايه ده؟ انا ما حطيتش الميكروفون اصلا. استنى احط الميكروفون بعد كده اكلمك. تمام كده. الامتحانات واخداني منكم والله، مش عارف اعمل فلوج على بعض وانزله وافرجكم الايام ديت انا عامل ازاي. بس صورت شوية حاجات كده في الايام اللي فاتت، يعني ممكن افرجكم عليها بحيث انكم تبقوا عرفتوا ايه اللي انا عملته الفترة اللي فاتت وايه اللي حصل معايا وايه اللي مريت بيه وكده. من غير ما نضيع وقت، يلا اتفرجوا ايه اللي حصل الايام اللي فاتت. يلا القعدة ديت بقالي حوالي 4 أيام لحد دلوقتي، لسه ما خلصتش وعندي امتحان بكرة الصبح ومطبق وبذاكر علشان الامتحان اللي أنا داخله دوت ده الفاينل بتاع الأناتومي، ومش كفاية حتى ال4 أيام اللي أنا قاعدهم. أنا دلوقتي المفروض إن أنا بكمل ولا بشطب المذاكرة عشان أنام لي كام ساعة وبعد كده أروح الكلية الصبح، وعندي محاضرة قبل الامتحان. تخيلوا في محاضرات في امتحانات في أيام امتحانات الفاينل. هروح أكمل مذاكرة عشان ما أضيعش وقت وأجيلكم لما أخلص المذاكرة. أخيرا خلصت المذاكرة اللي ورايا المفروض أمتحن فيها، بس حاسس إن أنا مش فاكر أي حاجة. المفروض إن أنا دلوقتي هنام وأصحى كمان 4 5 ساعات كده عشان أروح الكلية أحضر المحاضرة الأول وبعد كده أعمل الامتحان. فبقى إيه، أشوفكم بكرة الصبح عشان أنا خلاص مصدع جدا. هموت وانام، هموت وانام، وانا موت وانجح في الامتحان اللي انا داخل فيه دلوقتي ده. خلصنا اول محاضرة ورايحين نستلقى وعدلها في الامتحان. ذاكر يا عبد الله؟ ذاكر ايه يا عم؟ ذاكر ايه؟ انا فاشل. طب انت عايز تذاكر اكتر ولا عايز تنام اكتر؟ انا عايز ذاكر اكتر وانام اكتر، الاثنين. معادلة صعبة، يا تنام يا تذاكر. عايز تنام وتذاكر الاثنين. واحد ركبه متخبط بس برضه الواحد عمل اللي عليه، خليه على الله. لو نجحنا هنقول هي، لو سقطنا هنقول معلش. احنا هندخل نراجع في الاوضه دي شويه. الاوضه دي ممكن الواحد يتكلم فيها بصوت عالي ومش لازم الهدوء، لان هي اوضه للطلبه اصلا. ممكن كمان الواحد لو عايز ينام يعمل اللي هو عايزه، يعني مجرد ايه زي تجمع كده للطلبه غير المكتبه فوق. الواحد بيبقى قاعد ما بيعرفش يتكلم ولا بيعرف يعمل اي حاجه، لازم يلتزم الهدوء. وعبد الله عايز يخش عشان يذاكر وانا بضيع له وقت دلوقتي. اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. بعد ما خلصت الامتحان الحمد لله نجحت، يعني انا وعبد الله. بس روحت على طول ما فكرتش حتى اصور، لان انا فعلا في الامتحان اتغسلت، وتقريبا كانت الدكتوره بتنقي الحتت اللي انا ايه مهزوز فيها مش مذاكر فيها قوي. بس الحمد لله اللي انا قديت، يعني لو كانت سالتني في حاجات تانية كنت هبقى مستريح اكتر، لكن في الحاجات اللي هي سالتني فيها بذلت شويه مجهود عبال ما طلعت المعلومه. بس اهم حاجه ان انا طلعت المعلومه دي، خير وبركه. روحت وكنت فرحان طبعا ونمت، فما كملتش التصوير. بعدها بيومين تقريبا محمد ابن عمتي سافر بقى للمدينه اللي هو هيتعلم فيها اللغه. سلام. انا عندي هنا في لوبك غالبا ما فيش كورسات لغه اكاديميه بتقدمها، فراح لماربور ورجعت تاني للبيت. بدات اذاكر بقى للمواد اللي وراها، فكان هو الروتين تقريبا، ما كانش في حاجه جديده تتصور. ذاكرت الماده وذاكرت الماده تانيه، يبقى كده 3 مواد. وحاليا فاضل لي ماده واحده واخلص ان شاء الله. على يوم الاربعاء الجاي هكون مخلص الامتحانات وكده، افضلكوا بقى ايه
ونعيش مع بعض الايام بتاعت الاجازه اللي بالنسبه لي كويسه نسبيا، فهيكون فيها شغل اكتر وفيها تصوير اكتر، وطبعا الفيديوهات اللي كلمتكم عليها بتاعت المونتاج بتاعت الايديت هصور بقى، هغرق لكم القناه فيديوهات واعوضكم عن فتره الامتحانات الممله قوي اللي انا فيها ديت. فما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه لو لسه ما كنتوش عاملين، ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك، واستنوني ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، وهتعجبكم كمان اكتر من الفيديوهات اللي فاتت والفيديو ده. اوعدكم ان شاء الله بده هيبقى فيه شغل جامد جامد جدا. يلا سلام. Was hast du heute gemacht? Ich? Ja. Ich habe nichts gemacht. Bis jetzt. Bis jetzt? Und danach? Danach gehe ich nach Hause, lerne ich ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen schlafen. Etwas natürlich kochen, weil ich Hunger habe. Und weiter schlafen und warte ich auf meinen Termin morgen. Deswegen muss ich ein bisschen früher schlafen. Und das war's.